صباح الخير جميعا. اليوم في المحاضرة الأخيرة في موضوع السيميوليشن والاوبتمايزيشن الأخيرة راح نحكي على نوع من أنواع الابليكيشن اللي هي بنسميها فيرتشوال لاب، وراح نحكي على راح نستخدم نوع أو فعليا حقيقة في عنا نوعين، راح نبلش في نوع ممكن نعمل نوع ثاني كمان شوي. anyway راح نحكي على برنامج اسمه كروكودايل كيمستري. هو برنامج مجاني موجود يفترض عندكم. هو بيعطيني على الفكرة الأساسية اللي فيها، يعني من أولها لأخرها هي أنك أنت تحاول تعمل سيميوليشن لتجربة كاملة من خلال الكمبيوتر. في الحال اللي احنا بنحكي عنها هنا فعليا بنحكي قاعدين على تجربة كاملة، انت بامكانك تستخدم التجربة، بامكانك انك تحط فيها المواد اللي كيها وتشوف النتيجة وتتعامل معها. كروكودايل كيمستري او كروكودايل كيمستري زي ما انتم شايفين، هو هي الصفحه الرئيسيه تبعته. في عندي على اليمين في عندي الكونتنت، في عندي جيتنج ستارتد، كيف ممكن استخدم الكيت، هلا راح نشوفه مع بعض. في عندي تجارب على كلاسيفاينج ماتيريال، على الايكويشنز اند اماونتس، رياكشن ريت، انرجي، ووتر اند سوليوشن، اسيد بيس، الكتروكيمستري. في زي ما انتم شايفين هنا كميه كبيره من التجارب راح نشوف مع بعضها. هلا كيف ممكن استخدم الكت اللي موجود اللي عندي؟ اذا انتبهتوا عندي دائما في كل تجربه في عندي هاي الساحه الموجوده عندي هنا، المنطقه الموجوده عندي انا هنا هي اللي ممكن احنا نعمل فيها الاكسبيرمنت. في عندي هنا learn how to use this kit please، ماشي، رايت هاند ارو. طبعا هنا في عندي دائما سهم، لاحظ انه هنا شو بيطلع لنا واحنا شغالين، واحنا شغالين راح يقول لي والله في هايلايت لمكان معين وهكذا. هي على سبيل المثال خلينا نشوف مع بعض. listen kit are designed to be used fluorescent screen، ماشي، press M button at the top left. هاي في عندي انا هنا، هي هنا to go فول سكرين مود. اذا حطينا ام بتم بتعطيني الفول سكرين مود. هاي احنا هنا زي ما شايفين يو كان جو باك، انك تستخدم اذا بدك اياها الفول سكرين تستخدم حرف الام، وهي يعني هي هنا ماشي عندنا هنا الفول سكرين مود، او بامكانك انك ترجع للمود اللي انت كنت فيه اللي هي احنا شغالين فيه. ممتاز، هاي كيف ممكن نستخدم فيها. طبعا هاي التفاصيل هاي مش اشكاليه، بامكانك تستخدمها، بامكانك انك تستخدم بوز ريلود الكورنر. هاي بتعلمنا كيف نستخدم الامور اللي انا بدي اياها. تمام، نشوف كيف ممكن نبلش في بعض التجارب اللي احنا بنحكي عليها. على سبيل المثال خلينا نبلش في اول شيء، ابسط شيء في كلاسيفاينج ذا ماتيريال. لو اخذنا الاتوميك انيميشن، ناخذ تجربه زي الاتوميك انيميشن، ننتبه عنا على الوضع اللي بين ايدينا. انا في عندي هنا هاي زي ما اتفقنا، هاي الموجود في عندي انا السكرين شغال فيها، عندي انا هنا، في عندي انا هنا، هاي احنا بنعمل قاعدين فقط اتوميك، نشوف الانيميشن تبع الاتوميك. بمعنى اخر هاي اللي هي زي ما احنا شايفين في هاي اللي بدنا نشوف الاتومز والموليكولز تشينج ان سمبل رياكشن، كيف يعني اذا كان في عندي سمبل رياكشن ممكن احنا نتعامل فيه. لاحظ احنا عندك هنا في عندي انا هنا اكسجين ونيتروجين، هنا فعليا البيكر اللي شغال فيه الموجود عندي انا هنا فاضي، ماشي، امتي بيكر. لاحظ انه في نفس الوقت هنا في عندي انا هنا رياكشن ديتيلز، بامكاني في اي لحظه اشوف الرياكشن ديتيلز. هنا اتوميك فيور اللي احنا شايفينه هنا، في عندي كمان هنا انه امتي ما فيها اي شيء، وهي هنا اذا بدي اكتب انا تكست معين او نعمل ليبل معين. خلينا نشوف مع بعض الكت. مجموعه التجارب الاولين راح نعملها من خلال استخدام الكت الموجود عندي انا هنا. هاي خلينا نشوف النكست بيج. نكست بيج بقول لي which reaction would you like to try، هل نجرب هيدروكلوريك اسيد اند نيل، اسيد نيل، ولا روك سولت اند ووتر فرضا، ماشي، ولا سيلفر نيتريت اند صوديوم نيتريت. خلينا نبلش في اول وحده فيهم، ماشي. هي انا عندي هنا، خلينا ناخذ ال هي هنا، خلينا قال لي خذ ذا فيرست ماتيريال يو تشوزن. هاي بدنا نبلش في الهيدروكلوريك اسيد، تو ذا بيكر حطينا هيدروكلوريك اسيد،
اي عبينا هنا هيدروكلوريك اسيد. لما عبينا هيدروكلوريك اسيد احنا عارفين حاليا في هيدروكلوريك اسيد، معناته في عندي ووتر O ليكويد، في عندي H بلس، وفي عندي Cl ماينس. ماشي، وهي عندي هنا هاي الايونيك، في عندي هاي السيمبوليك، اذا بنحطها سيمبوليك، اذا بنحطها كمان وورد بامكاننا نختار المعادله تبعتنا وورد. خليها في الايونيك عشان نشوف معنا شو اللي بيطلع معنا. هاي حطينا the first beaker then add the second material to the glass. لو حطينا في انك انت هنا هايهم، في عندي هاي الووتر، وهي في عندي الهيدروجين ايون اللي هي السمول سايز، والكلورايد ايون اللي هي اللارجر سايز. في عندي انا هنا زي ما حكينا، في عندي هنا اللي هي هاي الووتر، وهي الالوان اللي احنا شغالين عليها. طيب لو حطينا عليها فرضا ايرون، جبنا الايرون حطينا النيل حطينا جوا، هي هنا غرسنا جوا، لاحظ اللي بصير فينا بشكل التالي. حطينا النيل ماشي، هي صف عندي التفاعل 2H بلس زائد ايرون عشان تعطيني H2، والغاز اللي عم بيطلع لاحظ انك هنا، لاحظ انه هنا في عندي جزيئات. هل بنحمل احنا عمليه سيميوليشن للتفاعل تبعنا؟ هنا في عندي جزيئات الايرون عم بتفكك شوي شوي، بتتحول من سوليد الى سوليوشن اكيواس سوليوشن. ماشي، هاي خلينا نكمل. طبعا كنا نكمل بنفس الطريقه، هاي اتوميك فيور، هاي الايونيك حكينا عنه هذا الحكي. ماشي، و هلا بامكاننا نيجي نعمل كمان مره نعمل تفاعل. لو فرضنا انه نفس التفاعل اللي بين ايدينا، هي شلنا رجعناه مكانه، صفى في عندي، لاحظ انا في عندي هنا شو صفى؟ صفى في عندي انا H بلس ايرون شلناها، وظل في عندي بهي الطريقه. لو حطينا عليها صوديوم هيدروكسيد، هاي صوديوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد تركيزه 1 مولر، بدنا نضيف 50 مل. لاحظ هاي ال 50 مل عندي هنا، ممكن اضيفها انا او اقللها فرضا. هي بدل 50 نفترض اضيف 20 مل فقط. لا، انه لاحظ انه عم بتحكم فعليا في الكميات. جينا ضفناها على التفاعل اللي عندي انا هنا، مباشرة تحول عندك H بلس زائد O زائد O، شو تحولت لعندي H2O كومبليتد، وهي التفاعل الموجود اللي عندي. ماشي، نعمل تفاعل ثاني. تفاعل ثاني على سبيل المثال هاي نو نعمل، خلينا لسه في الاتوميك، خلينا في كلاسفاينج للماتيريال، ونعمل تفاعل فرضا ما بين السيلفر نيتريت. هاي جبنا سيلفر نيتريت، حطينا 50 مل سيلفر نيتريت. هاي انا عندي صفى سيلفر نيتريت، صفى عندي ووتر سيلفر ايون، وهي المعادلة زي ما احنا شفناها بامكاني تكون عندي على شكل ايونيك او على هاي. خلينا شو ممكن نضيف مع السيلفر نيتريت. سيلفر نيتريت خلينا نضيف شوف في عندي انا هنا شوف والله شو ممكن يصير لو ضفنا هيدروكلوريك اسيد. هاي هيدروكلوريك اسيد ماشي، اذا ضفنا هيدروكلوريك اسيد زي ما احنا شايفين انا في عندي الاي جي زائد سي ال ماينس، وفي عندي الاي جي سي ال سوليد اللي عم بتكون عندي. هاي الاي جي سي ال، هاي الووتر، هاي السيلفر ايون، هاي الكلورايد ايون، هاي نيتريت ايون، وهاي التفاعل زي ما هو احنا موجود. ماشي، لو ضفنا على سبيل المثال ماشي هاي كمان مرة عملنا بس احنا في البيسك، خلينا هاي انيميشن، حطينا على سبيل المثال روك، حطينا هيدروكلوريك اسيد وهايدرو كلوريك اسيد تركيزه 1 مولر ماشي، وحطينا على روك سولت. هاي روك سولت ماشي، ركسول طبعا هو الاني اس ال. تمام، هاي التفاعل تبعنا زي ما انتم شايفين بامكاننا نعمل عمليه تفاعل. ايش في غير الاتوميك انيميشن؟ في عندي هنا هاي بامكاننا احنا لسه في كلاسفاينج ذا ماتيريال، هي عندي اليمنتس اند كومباوند. بدنا هنا في الاليمنتس اند كومباوند بنتعلم الديفرنس بتوين اليمنتس اند كومباوند. ماشي، خلينا ناخذ مثال. هاي فرضا هاي اخذنا الكبر، كبر كوين، هاي كبر كوين، هاي حطينا في الفيرست بيكر، هاي الكبر كوين. طلع عندك الكبر كيف ال ماشي الاستراكشر تبع الكبر، ومقارنة في واحد ثاني لو اخذنا عندي انا هنا سكند، خذ السولت روك سولت اللي هو ان اي سي ال. هاي لاحظ الفرقية ما بين الكبر اللي هو في البيكر الاولاني ماشي،
اللي هي عبارة على الإليمنتس مقارنة في الكومباوند. لاحظوا إن هاي مفاهيم أساسية بالنسبة لنا بإمكاننا، بس لاحظوا إحنا بنستفيد من هنا. انتبه على الفيور عندك أنت هنا على حجم الذرات والإمباكت تبعهم وإلى آخره. أيونيك كوفالنت بوند على سبيل المثال، هاي أيونيك أند كوفالنت بوند، برضه بإمكاننا نعمل تجارب على الأيونيك أند كوفالنت بوند طبعا مع الكوندكتيفيتي. إحنا بنعرف which group salt would you like to investigate first. خلينا هل بدنا نشوف الكوفالنت ولا نشوف الأيونيك ولا الميتاليك، خلينا نشوف أي واحد فيهم ونقرر كيف نندي هنا. على سبيل المثال هذا drag the solid from the chosen into the bath. هاي أخذنا فرضا الأيودين، هاي حطينا، لاحظ ان هنا هاي اخذنا الهاي electric current will pass through the solid if it can conduct electricity that will turn the light on. اذا كان في عندي انا هنا اخذنا احنا مركبات من covalent، اذا كان في الاصل light هاي light bulb تبعنا ماشي، اذا اذا باص الكهرباء في الاصل انه يعني يمشي. هاي اخذنا، هاي انا عندي انا هنا امتي، هاي فضيناه، خلينا نرجع نحط ايودين كمان مره، هل باص الكهرباء ولا باص الكهرباء ماشي. هاي عندي انا هنا نشغل الكهرباء، نشغل الكهرباء ماشي. هاي انا عندي هنا 9 فولت باتري 9 فولت. هاي لو حطينا على سبيل المثال بوتاسيوم، حطينا مي طبعا، خلينا نضيف مي ماشي. تمام. كمان في البيسك في الكلاسيفاير للمتر بامكاننا كمان زي ما انتم شايفين في تجارب كثيره موجوده عندي هنا، ميلتنج ايس اند بويلنج ووتر. التجربه تبعتنا هنا هي التمبرشر اللي احنا شغالين فيها هي ماينس 19 ماشي. The structure of water change from ice to water and water vapor. التجربة حتى نعملها نشوف، طبعا احنا بنحكي برجع بأكد هي عبارة عن تجارب بسيطة بإمكانها، الهدف منها تعمل عملية simulation للهي. عندي أنا هنا the ice being kept cold ماشي in the heater and it set، خلينا هي ماشي observe atomic viewer. احنا اللي عندي أنا هنا هي لاحظ أنا عندي هنا هي درجة الحرارة minus 20 اوكي. هاي حطيناها على درجة حرارة 50 فرضا، طلع شو بصير فعليا، درجة الحرارة ارتفعت ل 50، ترتفع شوي شوي، فتحولت عندي انا من الصوليد عم بتحول قاعد لليكويد ماشي. هاي هنا طبعا محتاج وقت تمام. Notice how they immediately being melted. لاحظ هلا رح ناخذه لدرجة حرارة أعلى ل 150، فبتحول فعليا عندي ل لفيبر ماشي. هاي أخذنا نفس البيكر على 150 هاي عم ترتفع درجة الحرارة شوي شوي حتى يتحول عندي الى فيبر. برجع بنأكد كمان مرة، لو رجعنا على درجة الحرارة هي عم بتلف الفيور، هي بنحاول نجمد فيه مباشرة. يمكن طبعا نستخدم اكثر من هاي فهرنهايت او كلفن ماشي تمام ممتاز. هاي عندي هاي مثلا اكزامبل على البويلينج ماشي. على البويلينج اخذنا عندي انا هنا هاي ووتر، لاحظ هنا بدنا نعمل عملية البويلينج هنا بجوز الوضع افضل. هاي انا في عندي مية درجة حرارة 24 دقري، حتى اشغلها بدي اشغل بنسن بيرنر. هاي رفعنا درجة الحرارة، لاحظ ان اسمع الصوت
هاي بلشت درجة الحرارة ترتفع شوي شوي، temperature 38 لغاية ما توصل عندي أنا عملية البويلينج. أنا عندي هنا ليكويد، هاي الأتموجي فيور بلشت في عندي جزء من السيرفس تطلع عندي هنا ارفع من درجة الحرارة أكثر. هاي صار عندي نفس الشيء سوليوشن والسسبنشن. على سبيل المثال هاي في بعض التجارب الثانية ماشي، هاي السوليوشن مكونها من سوليوت وسولفنت، وهي يعني بعض التجارب البسيطة ماتيريال. نفس الشيء ممكن يكون في عندي في ايكويشنز اند اماونتس. على سبيل المثال هلا نشوف ايش اكشن ريت و بالانس الايكويشن حتى نفهم كيف عمليه القصد اباوت بالانس رياكشن ايكويشن. برضه باكد كمان مره احنا مش قاعدين هنا على يعني عندي كيت، في عندي لاب بجوز مع الوضع اللي احنا فيه كان كثير ممتاز استخدمها في ال 106 فرضا او في ال 103 ماشي في بعض التجارب. هي عندك انت هنا خلينا نعمل عمليه بالانس فرضا، هي احنا عندك راح ناخذ مثلا يو كان تشوز الكالاين ميتال ليثيوم او صوديوم او بوتاسيوم. خلينا ناخذ على سبيل المثال ليثيوم، هي ليثيوم حطيناه في ال ماشي. All air has been removed so that the metal does not oxidize. هي حطيناها هنا. عندي هنا الخطوة الثانية بدي أضيف له غاز Cl2. هاي بفتح الكلورين، بفتح بتبلش لاحظ صفى عندي ليثيوم زائد كلورين بتعطيني ليثيوم كلورايد ماشي. هاي رفعنا ضفنا له إياه. هاي أنا عندي هنا التفاعل click the word، هاي على أساس يعطينا الليست إما أيونيك فرضا او سمبل اتفقنا عليها ماشي. هاي في عندي انا هنا المعادله تبعتنا اللي هي بالانس، وهنا في عندي هنا لاحظ احنا بنحكي قاعدين على بالانس. في عندي خلينا نرجع الوورد، هاي الوورد في عندي ليثيوم زائد كلورين ليثيوم كلورايد، وفي عندي هاي السيمبوليك 2 ليثيوم بلس سي ال 2. هاي مفهومنا للليثيوم الرياكشن تبعنا ماشي ممتاز. لو طلعنا على تجربة ثانية على سبيل المثال هاي compound and chemical reaction ماشي، هاي نفس الشيء احنا لسه ما زلنا في الايكويشن. اند هاي لو طلعنا على خلينا نروح مثال ثاني مثلا هاي yield calculation. احنا مرات بنتفاهم بيكون في عندنا اشكالية في موضوع شو يعني theoretical yield، شو يعني actual yield، شو يعني percentage yield. خلينا نشوف هالمثال عندي هنا this kit calculate the yield of some distillation reaction. لاحظ في البداية عندي أنا هنا خلينا نختار which of the acid you want to work with. خلينا ناخذ على سبيل المثال الإثانويك أسيد، هاي إثانويك أسيد ماشي، هاي السوليوشن رقم واحد. انتبه هنا على هاي السوليوشن رقم واحد ماشي. هاي عندي أنا هنا نكمل شو المطلوب منا. أخذنا الإثانويك، أخذنا الإثانويك أسيد نحطه في البيكر into the beaker. هضفنا لاحظ الكمية اللي بنضيفها، احنا ضايفين واحد تركيز واحد مولر، بيمكن أضيفه اثنين مولر مثلا إذا أنا بدي فرضا. يمكن اغير لحظه انا بتحكم بدل 50 يمكن احط على سبيل المثال نفترض 25، هاي 2 25 مل. هاي انا حددت الكميات، انا بتحكم في الكميات. هاي ضفنا اللي بدنا اياه، اعطاني مباشره ارسنتلي ادد سي اتش 3 سي او اتش، هاي الوضع اللي بناتها الكونسنتريشن المولز الى اخره ماشي. هاي الديتيلز اللي عندي انا هاي اوكي. خلينا ماشي theoretical yield as the full station of the ال percentage اللي احنا بنعرفه actual yield على theoretical yield اللي بين ايدينا ماشي. لاحظ عندك انت هنا CH3COOH على سبيل المثال concentration هو عبارة عن 1.999 بينما هي، فبالتالي الاكتوال يلد اللي بإمكاننا نحسبه. طب لو عملنا شغلة ثانية، لاحظ انه عملنا شيء ثاني، لو أخذنا مثلا هيدروكلوريك أسيد وقارنا الأرقام بيناتها، هي اليلد بس نحاول ناخذ الهيدروكلوريك اسيد حتى نذكر المقارنة. هي الهيدروكلوريك اسيد نفس الشيء واحد مولر ضفناه لهنا، لاحظ انه الكونسنتريشن تبع الاتش لانه كومبليتلي ديسيت بتفكك بشكل كامل ماشي. هي هنا لاحظ انه عندك انت نسبة تفكك 100%. ممتاز، هاي مثال ثاني يعني من بعض المفاهيم اللي احنا اصلا بنعرفها. خلينا نشوف رياكشن
ريت بجوز الرياكشن ريت مرات يعني في بعض. خلينا نشوف مثلا احنا بنعرف انه الكاتاليسز اند ريت، احنا بنعرف انه اي كاتاليسز بزيد الكاتاليسز بزيد من سرعه التفاعل من خلال انه ينزل الاكتيفيشن انرجي. هنا this schedule the presence of catalysis affect the reaction rate. راح نشوف انه كيف فعليا الكاتاليسز باثر على الرياكشن ريت. راح نعمل تفاعلين، تفاعل بوجود الكاتاليسز وتفاعل بعدم وجود الكاتاليسز. طبعا هو غازيوس، لاحظ في عندنا هنا مغنيسيوم اوكسيد وهيدروجين بيروكسيد، وهي نكمل تفاعلنا. تمام، اخذنا الهيدروجين بيروكسيد بدنا نحطها في the first and added to the both test tube. فالهيدروجين بيروكسيد موجودة في اثنين، هاي الهيدروجين 30% هيدروجين بيروكسيد 25 مل حطيناه في test tube الأولاني، وحطينا in both test tube، هاي حطينا في both test tube. ماشي، اثنين فيهم هيدروجين بيروكسيد. نكمل، بدنا نحط المغنيسيوم اوكسيد، مغنيسيوم منغنيز اوكسيد، اسف منغنيز اوكسيد اللي عباره عن كاتاليسز، بدنا نحطه في واحد تيوب بس عشان نقارن. هي ناخذ المنغنيز اوكسيد على اساس نقارن ما بين اثنين، واحد بوجود الكاتاليسز وواحد بعدم وجود الكاتاليسز. هي ناخذه، هي المنغنيز اوكسيد احنا مضيفين 2 جرام وضفناه على التست تيوب الاولاني. ممتاز، ماشي، نشوف التفاعل تبعنا. هلا unpause the model by pressing the bottom and ماشي and watch the reaction. خلينا نمشي. هاي انا في عندي التفاعل معمول البوز، خلينا نشغل التفاعل. لاحظ خلينا نشيل البوز ونخلي التفاعل، هاي نقارن بيناتهم. هاي لاحظ بوجود هاي التفاعل الاولاني اللي هو الاحمر بوجود الكاتاليسز كيف سرعه التفاعل، بينما الازرق لسه التفاعل مش موجود. لاحظ هاي احنا وصلنا التفاعل الاولاني خلص، رح عيد هاي كمان مره بس ننتبه. واحنا بحكي على شغله ثانيه، ننتبه على الزمن. انا في عندي هاي السيميوليت تايم بالسكند، فرضا لو خلينا هاي جلوبال، هاي في عندي انا هنا بالسكند. لاحظ لغايه اللحظه احنا بنحكي التفاعل شغال ماشي فعليا لغايه 32 سكند. عندي انا هنا في بامكاني اغير هاي فيت تو اكس اكسس، فيت تو واي اكسس، هاي فيت، هاي لاحظ انه هيك هي شغال من 0 الى 40 ثانيه التفاعل بوجود المنغنيز اوكسيد خلال اقل من يعني 2 سكند كان مخلص، لسه التفاعل شغال. حتى نوقفه لازم نعمل عمليه بوز اللي عندي انا هنا، هاي عملنا التفاعل بوز، بمكان نكمل التفاعل اللي شغال عندي انا هنا. لاحظ بطيء جدا، ماشي، رح نرجع نعيدها كمان مره عشان نفهم بس شو اللي احنا عملنا. هاي شو اللي عندنا هنا كمان معنا في الكاتاليسز اند ريت. انا في عندي راح اعمل تفاعل ما بين اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، ماشي، هاي الهيدروجين بيروكسيد، حطينا الهيدروجين بيروكسيد موجود عندي انا هنا، حطيت ضفت كميه في التو تيست تيوب 30% و 30% عندي انا هنا، ماشي. هلا احنا رح نعمل رح نضيف عليهم واحد، وهي السيميوليشن في عندي انا هنا، هي الزمن وهي الفوليوم، ماشي، تبع الغاز اللي بيطلع عندي انا هنا، ماشي، هاي الفوليوم اللي هاي، تمام. لسه التفاعل احنا ما شغل، فرح نضيف منغنيز اوكسيد على التست تيوب الثاني ونشوف شو بصير في التفاعل لما يبدا. رح تلاحظ نضيف 2 جرام، خلينا نبلش. هاي لاحظوا الازرق في الحاله واحد تقريبا 2 سكند انتهى التفاعل، بينما الاحمر اللي هو الانكتلايزد شغال. لاحظ ضفت 2 جرام، ماشي، طب لو ضفت 4 جرام هل السرعه بتكون اختلفت او بنتهي التفاعل اسرع؟ رح نرجع نعملها كمان مره. هي هنا، هي انا عندي هنا هي هيدروجين بيروكسيد حطيناه في التست تيوب الاولاني، وهي الهيدروجين بيروكسيد في الثاني، وبضيف بدل 2 جرام بدي احط 4 جرام، وراح اخذ ال 4 جرام اضيفهم على التست تيوب الاولاني زي ما عملنا او على الثاني قبل شوي اللي انتهى خلال 2 مينتس، ونبلش تفاعلنا. لاحظ عندك انت هنا تقريبا يعني 1 مينتس. في شغله ثانيه اللي هو موجود على شكل فاين، بامكاني انا اضيفه على شكل
لاحظ انه هاي التفاعل انتهى، صار العملية هاي وهذا لسه شغال ماشي. مثال ثاني على احنا بنعرف سرعة التفاعل، سرعة اي تفاعل تتأثر في اكثر في طبيعة المادة، في الكونسنتريشن للماتيريال تتأثر في وجود كاتاليسيس وعدم وجود كاتاليسيس. خلينا ناخذ تأثير الكونسنتريشن اند ريت. عارفين احنا انه اجمالا الكونسنتريشن بزيد سرعة التفاعل. اللي راح نعمله هنا تجربة كثير بسيطة، راح نحط في عندي انا هنا، هي عندي انا هنا المادة الموجودة عندي هنا شو هي، هي نتأكد منها، هاي رياكشن ديتيلز تمام. هاي السولوشن الاولاني في عندي انا كالسيوم كربونات، كله كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات درجة الحرارة 25 ماشي، هاي اللي عندي انا موجود، هاي الكالسيوم كربونات. راح نحط بلالين في كل واحد فيهم، هاي بالون في الازرق، هاي لاحظ حتى تروح تحط البالون لازم فعليا توصلوا اثنين مع بعض، ممتاز، عشان لو لانه لو حطيناه ما وصلش ما بيطلع في الهواء، فلين هنا ما بزبطش. لاحظ انه ركبنا. هلا في عندي انا هذا كالسيوم كربونات، في عندي تيست تيوب حطينا كل واحد فيهم ماشي. الكونسنتريشن 1.5 1 1.5 2، مين اللي بيعطي متوقع انه رح يعطيني كميه اكبر ماشي. خلينا نشغل التفاعل تبعنا، فيهم نفس الكميات. اذكركم انه احنا حكينا التفاعل تبعنا هي الرياكشن تبعنا كلهم فيهم الصلد هو عباره عن كالسيوم كربونات، السوليوشن هيدروكلوريك اسيد، ووتر، الغاز اللي راح يطلع معي انا عندي نيتروجين اكسجين وارجون وكربون دايوكسيد، درجه الحراره الموجوده اللي عندي هنا. هلا كلهم فيهم نفس الماتيريال، الفكره الاساسيه مين البالون راح يتعبى اكثر. طبعا احنا خلينا نشوف مع بعض، هاي شغلنا التفاعل تبعنا، لاحظ انه هي بلش تفاعل ماشي، هي 1 مولر 1.5 مولر 2 مولر حجم البالون. هلا مين راح يفقع فيهم اكثر، هاي موضوع ثاني، خلينا نستنى شوي. لاحظ انه طبعا حجم البالون مرتبط بالغاز الموجود عندي انا هنا، خلينا شوف اذا بنقدر نشوف، هاي لاحظ 2 مولر خلص فقع اكثر، وهي لاحظ الغاز اللي تطلع عندي انا هنا تست تيوبر طبعا اخر واحد هاي، فبالتالي سرعه التفاعل اكثر لما يكون في عندي انا تو ماتيريال. سؤال ثاني، شو علاقه السيرفس مع الريت؟ نفس الشيء، سيرفس مع الريت، احنا بنعرف انه كل ما زادت السيرفس اريا بتزداد الريت. خلينا ناخذ تجربه على هذا الامور ماشي. هاي انا في عندي انا هنا الماتيريال الموجود عندي انا هنا، خلينا نشوفها، هاي التفاعل تبعنا عباره عن ووتر كالسيوم كربونات وهيدروكلوريك اسيد، الفرقيه الوحيده اللي بيناتهم نفس الشيء، نحط بلالينا هاي الاحمر هاي الاخضر and the blue is the last one. شو الفرقيه الوحيده اللي عندي انا هنا؟ الفرقيه اللي عندي انا هنا انه الكالسيوم كربونات اما موجود على شكل ميديوم فاين يعني على شكل باودر، او على شكل حجمه ميديوم، او على شكل كوراس اللي هو على شكل زي الصخور يعني. خلينا نشغل تفاعلنا. طبعا انا بتوقع انه الفاين هو اللي يشتغل اسرع لانه سيرفس اريا اعلى زي ما انتم انتبهوا، بينما لاحظ هي الفاين السيرفس اريا عنده عاليه، فالبالون بتعبى الغاز بيطلع اعلى فالبالون بتعبى اسرع ماشي. هاي لاحظ انه للكوراس لسه مطول نوعا ما، طبعا الفاين رح يفقع اكثر من الثاني ماشي. ايش في عندنا اكزامبلز الثانيه؟ طبعا لاحظوا هنا في كميه في هنا تفاعل اللي هو اللقف الاكسبلوجن، هذه التفاعلات على سبيل المثال رح ناخذ هذا التفاعل بس نستنى الفاين هذا لما ينتهي البالون، واضح انه السرعه انه اعلى الفاين، كل ما زادت السيرفس اريا كل ما زاد عندي انا سرعه التفاعل. مثال ثاني على اللي بنقدرش، مثلا هذا المثال بناخذه احنا على الاكزوثيرميك رياكشن اللي فعليا ما بنقدر نعملها في داخل المختبر لانها كثير خطر، فراح ناخذ الجان باودر على سبيل المثال. انا هنا هاي انا عندي جان باودر، راح اسخن الملح البارود ماشي، هاي حطيت ملح بارود هنا، حطيت ما حطيتش، شوف هاي حطينا نص جرام، هاي هم موجوده كمان بدكم اكثر، هاي كمان اكثر، هاي صار عندنا جرام تقريبا
ماشي. وهي التايم تبعنا رح نشوف التفاعل تبعنا كيف بيمشي. وهي انا في عندي هنا الغاز اللي بيطلع عندي، وهي عندي انا هنا هي حطينا هاي جان باودر ضفناه للفلاسك ماشي. وبدنا نرفع درجة الحرارة عشان نبلش يتسخن، هي لها 360. ويا ريت لو نشغل التفاعل، طبعا يعني انفجر قبل ما نشغل تفاعلنا ماشي. نرجع كمان مرة نحط ننزل درجة الحرارة ماشي، ونجيب هي ماشي هي خلينا خير طينا نرفع درجة الحرارة كمان مرة. رفعنا، لاحظ التفاعل اللي عندنا. نفس الشيء في أمثلة كثيرة، في عندنا هنا على الإنرجي، على الرياكشن إنرجي، على هاي في عندي كانت على الرياكشن ريت، بإمكاننا نطلع على اللي هي ميجرينج ذا رياكشن ريت فرضا، هاي باطجة بنعملها في المختبر ماشي. كالكوليت نعمل عمليه كالكوليشن للريت فروم ذا رياكتنت يوز ديورينج ذا، هاي خدنا روكيت ساي روكيت سولت ان اس ال حطيناه هنا، وهي ضفنا مي. بدنا نشوف سرعه ذوبان الملح، حطينا مي وهي كملنا، وهي شغلنا عندي. لاحظ عندك انت هنا هي تركيز الهاي بالضبط، هاي التفاعل تبعنا. طبعا زي ما انتم شايفين اعتقد هذا عباره عن زيرو اوردر رياكشن ماشي، رياكشن ريت الزيرو اوردر تمام. فهي امثله اخرى على الموضوع. في عندي هاي انرجي حكينا، ووتر اند سوليوشن اكستراكتنج سولت، هاي في عندي انا في الالكتروكيمستري على سبيل المثال، في عندي تجارب في الالكتروكيمستري بجوز هاي من بعض الشغلات اللي احنا فعليا بنشوفهاش. هاي انا عندي هنا الكتروليسز في موضوع، خلينا نشوف تجربه على الالكتروليسز مع بعض. هاي انا في عندي هنا choose the chemical from tray، اخذنا مثلا كبر كلورايد، هاي كبر كلورايد حطيناه في البيكر ماشي. بعدين بدنا نرفع درجة الحرارة ماشي. if you choose in the، لا احنا اخترنا كبر كلورايد فمش محتاجين هاي. الليد برومايد محتاج درجة الحرارة، درجة الحرارة هلا بنرجع نعملها، بس خلينا على الكبر كلورايد. فبعد هيك بدنا نشغل السويتش، هاي السويتش شغلنا السويتش. لاحظ لما شغلنا السويتش كبر كلورايد هي اعطانا انرجي، اعطاني الالكترو، هي صفى عندي انا من هنا هاي التفاعل تبعي. كان ما عنديش انيميشن مش مشكله، وهي التفاعل تبعنا، بامكان التفاعل تبعنا نشوف شو بدنا. خلينا نسكر الفيور، هاي بدنا اياها تمام. امتي ذا بيكر باي بريسنج ذا بوتوم اتس تول بار، هي بامكاننا نفضي. لاحظ انه نفس التفاعل، خلينا نشغل هذا، فتحنا السويتش، لاحظ الكهرباء هنا، بدنا ناخذ الليد نيتريت. في حاله الليد نيتريت خلينا نشغل هاي، لاحظ حتى محتاجين نرفع درجه الحراره هاي ماشي. هاي التفاعل تبعنا الكتروليسز، هي الكتروبليتنج على سبيل المثال. ما بعرف، هي فعليا عندنا شغلات كثيره يعني بسوى ان نمر عليها كليتها، هي اكثر منها تعليميه منها اي شيء اخر ماشي. هي انا في عندي هنا الكتروبليتنج، خلينا نجيب نعمل الكتروبليتنج. هنا عندي هي ايرون سبون مثلا، هي ماشي. سيلفر نيتريت، حطينا سيلفر نيتريت تمام. وبدنا نحط بعدها معها اللي هي دراج ذا سيلفر
الكترود سيلفر الكترود وين هاي السيلفر سوري هاي السيلفر الكترود ماشي هاي بدنا نوصل الكهرباء مع بعض لاحظوا نحن كنا بنشتغل قاعدين بايدينا فعليا اوكي وصلنا سلك الكهرباء على الالكترود بالضبط هيك وصلناه ماشي ناخذ ايرون سبون نحطها هنا هي ايرون سبون نشغل الكهرباء هاي شغلنا الكهرباء تمام بريز ذا سويتش كومبليت اند اوبزرف وات هابن لاحظ انه هي طبعا حتى تكمل لازم نوصل الكهرباء يعني كمان نوصل الكهرباء الان خلينا نشوف شو بصير بصير عملية الكتروبليتنج شوف المعلقة لو طلع حاولنا نطلعها هيها فعليا صارت بليتد تمام هاي من التجارب اللي احنا بامكاننا نعملها في عندك other examples كمان زي dosing material electrochemical cell هاي electrochemical cell من اللي بنحكي عنهم مرات لاحظ انه هنا عندك القدره انك فعليا تشوف شو عم بصير يعني هذه هي هاي هذا واحد من الهاي احنا راح ندخل لكم برنامجين راح ندخل في هذا وفي برنامج ثاني اسمه virtual lab ماشي في عندي هنا برنامج اسمه virtual lab بامكانه هاي على سبيل المثال electrochemical cell ماشي يعني حاولوا تعملوا في ايديكم في مجموعة كبيرة من التجارب الموجودة عندي انا هنا في الالكترو هذا البرنامج نزل معك بامكانك طبعا هاي السينز بامكانك تاخذ سينز بامكانك تاخذ فيو الحلو بامكانك انت يعني انك تعمل اشي خاص فيك تمام هاي في عندي هنا هاي موقع الـ البرنامج على النت اللي هو كروكودايل فور كيمستري في عندنا كروكودايل فور فيزيكس وفي عندي اكثر من كروكودايل هو اكزامبلز من الاونلاين ماشي اوكي الله يعطيكم العافيه اعتقد هيك راح تكون هي اخر محاضره في موضوع ال السوفت ويرز هاي اللي احنا بنحكي عنها ماشي وبعد هيك راح تكملوا ان شاء الله مع دكتور خلدون